أنا نهى غنازو، أحد إداريين في حملة ضع بصمتك 2. فكرة ضع بصمتك إجت من نشاط بصمة عيد. مرة رحنا زرنا الأطفال أيتام في محل، هم ساكنين في ماركة، وكان ليلة قبل العيد وعملنا نشاط عندهم وكثير انبسطنا وكان حلو. وبس كان الفرح، يعني كان فرحة عيد وحبينا بس يعني نرسم البسمة بهذاك اليوم. لهيك حاولنا إنه يعني هدول الأطفال نفسهم نحاول نغير فيهم ونساعدهم على المدى البعيد شوي. فعملنا السنة الماضية نشاط ضع بصمتك 1، وكان في الجامعة بمشاركة 9 نوادي، وكان كل نادي له زاوية، وكان في مجموعة ورش أشياء رسم، أشياء توعوية وتوجيه للأطفال. والحمد لله كان يعني على المدى البعيد كثير أثر على الأطفال، وجد كانت الفيدباك منيحة. مرحبا، أنا محمد خروب، أحد إداريين نشاط ضع بصمتك 2. نشاط ضع بصمتك هو عبارة عن نشاط بالتعاون مع 9 جهات، اللي هم نادي مرجع، نادي نون، نادي شباب الخير، نادي دارت، نادي AEE، مجلس الطلبة، مبادرة لو كان بينا، PCT for Change، ونادي أنتارس. الهدف الرئيسي من النشاط هو أنه نرسم الفرحة على وجوه الأطفال. بلشنا تجميع التبرعات من يوم الأحد، صراحة يعني كان في إقبال كبير على الموضوع. كان مجموع التبرعات حوالي 1000 دينار من يوم الأحد ليوم الخميس. معنا زيد عباس، أحد المنظمين لمبادرة ضع بصمتك. بدنا ببساطة نسألك يا أبو الزوز عن فعاليات هذا النشاط اليوم. والله اليوم إن شاء الله حيبلش زي السنة الماضية، إن شاء الله حنلتقي بالأطفال في المدرج، وبعديها حنستقبلهم ونطلعهم على البارك الاي تي. حيكون في عنا 7 نوادي أو 8 نوادي مشاركة. عنا كمان بعديها في صلاة، وحيطلعوا على الملعب يلعبوا ألعاب تري ماتش. وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا آثار. وعندنا أحمد دعنا، طالب في الجامعة، راح يعطي الطلاب من أو الأطفال من 12 سنة إلى 17 سنة، راح يعطيهم في لاب من اللابات، حيعطيهم إشي عن البرمجة وطريقة التفكير في زي البرمجة. يعني نادي نون، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. بدنا نسألك شو رأيك بالحملة وشو نادي نون مجهز بالحملة؟ الحملة مبدئيا فكرتها كثير حلوة، وان شاء الله تطلع باخر اليوم هيك شيء سفاح وينبسطوا كل الايتام واحنا ننبسط اكيد. نادي نون مجهز لهم هيك مسابقات خفيفة ضمن ايش اهتمامات نون، يعني مثلا قدس عربية، بس كل هذا بطريقة ترفيهية عشان هم صغار. اخر شيء عندهم هيك ضيافة خفيفة، فشار وهيك اشياء، والله يوفقهم. شكرا. نادي مرجع، هلا خريم، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. بدنا تعليقك على النشاط ومشاركة مرجع الثانية، وآخر إشي بدنا تحكي لنا شو مجهزة. أوكي، تعليق على النشاط ككل وعلى الحملة ككل، حملة كتير مهمة إنها تنعمل بالجامعة. نشاط له منهج كتير حلو، ويعني زي باب خير، إنه مش الكل بيعرف وين ممكن يحط الخير أو الجهود تبعته، فبتعطي فرصة للطلاب إنهم يعرفوا إنه هون ممكن هم يشاركوا بالخير هذا، ويعني يكون لهم مشاركة في الموضوع. أما عن مشاركة مرجع الثانية، يعني إن شاء الله تكون على إنه قديش الناس متأملة من مرجع إن شاء الله، وهينا متحمسين كثير. مجهزين لنا مجهزين شوية ألعاب حلوة للأطفال، ألعاب حركة فعليا. حبينا نطلع شوية عن النمط الأكاديمي، شوية صغيرة، لأنه الطلاب الأطفال كلهم بالمدارس وبزهقانين حالهم، خليهم يتحركوا شوية وشغلوا مخهم نفس الوقت وبس. شباب الخير متعاونين بالخير، نفيدوا حتى نستفيد. كيف حالك؟ شباب الخير، شو مجهز لنا اليوم؟ مجهزين أكثر من فقرة ألعاب. تفاصيل، كل حكى لنا تفاصيل. أول شيء إحنا مجهزين ألعاب للعمر الصغير مش للأعمار الكبيرة. هيكون في عنا مثل ألعاب قطع التركيب، بتكون بدنا تكون هي القطعة المفرقة وبركبوهم هم لحتى تعمل شكل كامل. وفي كمان عندنا لعبة باش، شو اسمها بصراحة، بس هي لعبة للذاكرة، بتكون عادي يعني كروت تكون مفتوحة بعدين بنرجع نسكرها وبشوفوا شو الكتلة بيشبهوا بعض.
برضو عندنا لعبة هي زي كلمات متقاطعة وبركب فيها جمل، وفي هدايا لكل اللي رح يجوا عنا على البوت، وفي كمان رح تكون جوائز للألعاب نفسها. نادي دارت. محمد بالي رئيس نادي دارت، شو مجهز لنا اليوم بالنشاط؟ تمام، هلا انت مثل ما بتعرف هذا النشاط صار السنه الماضيه ولقيناه كثير مناسب. تمام، احنا جايبين الايتام ان شاء الله اليوم عن طريق الجامعه، حييجوا حنسلي الايتام. تمام، هذول اطفال ايتام زينا زيهم، بس الفرق انهم يا يتيمين الاب يا الام، يا يتيمين الاب والام. تمام، فاحنا اليوم الهدف من هذا النشاط كله انه كل نادي يعمل شيء بتخصصه. احنا تخصصنا رياضه، الرياضه شوي جامده، بس في شيء عندنا بالرياضه اللي هو التنافس والتعاون. تمام، فاحنا اليوم عاملين نشاطات تمام تتناول موضوع التنافس وتتناول موضوع التعاون، حنعلمهم على هذا الاشي بس بطريقه كثير بسيطه توصل لإلهم بطريقه كثير سهله يفهموها. طول العمر صار التطوع همنا، وبتحت ظله لمنا، منه تعلمنا التسامي بيومنا، متطوعين للغير. نشاط الايتام شيء كثير مرتب، احنا عم نحسس الايتام انه احنا زينا زيهم، لانه مثل ما بتعرف اذا انت رحت معنا على هذاك المكان كانوا جد وضعهم كثير سيء، احنا بس بدنا ندخل روح الفرح لإلهم. النشاط هذا كثير مناسب وكثير يعني كثير فخم، واحنا ان شاء الله بجامعه الاميره سميه دائما بنضلنا متعودين على هاي النشاطات بهذا الاسلوب، وان شاء الله بنضلنا ماشيين على هذا المنهج ان شاء الله. انه الهدف من PSUT for change انه احنا نبلش تغيير من المجتمع الجامعي ونطلع للمجتمع اللي برا، فهذا الحكي ما لازم يكون يعني حكي على ورق، لا لازم يكون من خلال افعال احنا عم ناخذها. فعشان هيك يعني انه احنا نساهم مع طلاب جامعتنا بصفتنا PSUT for change نساهم في هذا النشاط، اول شيء احنا ساعدنا طلاب الجامعه وساعدنا الجامعه، وغير هيك احنا عم نساعد المجتمع المحلي اللي احنا نفترض انه مستقبليا ان شاء الله كل طلاب جامعتنا راح يكونوا فعالين فيه من خلال هذا النشاط. هلا اليوم احنا ايش محضرين؟ هي فقره بسيطه بس اتوقع انها راح تكون فعاله للطلاب اللي جايين، اخواننا الايتام اللي راح يجوا. راح نكون اول محطه بمرق عليها، بمرق الطفل طبعا مع المتطوع، بنسأل الطفل ايش اسمك وايش حابب تصير لما تكبر. فلنفرض عندنا طفل اسمه محمد، محمد كيف حالك؟ ايش حاب تصير لما تكبر؟ مثلا حاب اصير مهندس، فبنكتب له على باج الباج مهندس محمد او المهندس محمد، وبيضل طول النشاط وهو ماسك هاي الباج. فالفكره اللي اجت عندنا ليش ممكن نعمل زي هيك، لانه في يعني من خلال معرفتنا بطلاب الجامعه في كثير منهم لحد هلا مش عارفين ايش بدهم يعملوا، فلو من هو صغير عرف ايش بده يعمل وثبتنا هاي المعلومه عنده وعلى باج وضل فخور بهذا الاشي، ممكن فعلا مستقبلا الاشي اللي هلا حاب انه يصير مستقبلا راح يحقق هذا الاشي، وهيك احنا بنكون يعني فدناهم وبسطناهم بنفس الوقت. نادي نادي هاي مشاركته الثانية بهذا النشاط. اوكي، حابين نعرف شو متوقعين من هذا النشاط وليش شاركتوا فيه المرة الثانية؟ فيه لانه كثير حبينا نبسط الاولاد ونعلمهم اشياء جديدة، كمان بما انه AAE بيساعد انه يعلمهم على البيئة شوي، وحابين نعمل لهم نشاط صغير سايكلينج، وفي فيديو صغير كمان رح يكون على البيئة، فحلو انه الصغار كمان يعرفوا شوي عن البيئة، بما انه احنا كمان بالاردن هون ما مجالنا ضعيف شوي، ما حدا عم بيوعي، ما في توعية على البيئة او اشي زي هيك، فحبينا انه نكون احنا موجودين. تعليقك على موضوع الايفنت او النشاط بشكل عام؟ يعني فكرة حلوة من الجامعة، وكمان حلو انه رح يعني تطوعي، عمل تطوعي. قيم واحدة تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا. Hello. I want to ask you about what you think about this event. I think it's a great opportunity for Syrian orphans to interact with the Jordanian community, especially for the older population, the people in university, to let them know that they're wanted and that they understand what they've been through and that they want to help them
get back into community and have a good time and just relax a little bit. مرحبا فراح. بدنا نسألك شو رأيك بشكل عام بالنشاط اللي راح يصير هلا؟ نشاط ضع بصمتك عم بيصير للسنة الثانية ونشاط كتير ممتع، نشاط كتير مسلي محمس للأطفال، عم نساعد فيهم الأيتام، عم نورجيهم إنه أجواء تانية غير الأجواء اللي هم عاشوها، خصوصا إنهم لاجئين وعاشوا أيام كتير صعبة، فعم نحاول إنه نرسم البصمة على وجوههم يعني. طب فرح شو دورك أنت بهذا النشاط؟ أنا تيم ليدر، عم نجمع الأيتام، كل واحد عم ياخد يتيم وعم نلفلف فيهم على النوادي، على الجامعة، عم نورجيهم الألعاب وشو يعملوا وشو يسووا، يعني عم نكون صراحة مساعدين هيك لهم شوي. آخر سؤال، ليش شاركتي بالنشاط؟ لأنه نشاط حلو مفيد للأيتام، نرسم البسمة على وجوههم، ننسيهم يلي صار معهم بشكل أو بآخر، يعني هيك نغير لهم جو شوي ونعمل إشي يعني هيك باسم الجامعة. في الختام حاب أقدم الشكر لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا على تقديمها للدعم لهذا النشاط، وكمان حاب أقدم شكر لكافتيرية الجامعة اللي ما قصرت معنا، كمان شكر للإداريين والمتطوعين وكل حدا ساهم في إنجاح هذا النشاط. وعن جد كان مستحيل يتم لولا مجهود كل حدا ساهم وكان متطوع معنا اليوم. أنا بدي أشكر كل حدا كان موجود معنا وإن شاء الله حنكون مستمرين معكم في ضع بصمتك الثلاثة إن شاء الله السنة الجاية. شباب حقق أحلام.